ننتقل للفقرة التالية وهي لمسة وفاء. قبل أن يصدح عاليا بحنجرته ويضرب برشته في عالم الفن والغناء، كانت فطرته ومهنته تدفع به لمراقي درج الأنبياء، حاملا لقبس العلم والمعرفة ليهدم جيوش الظلام والجهل، ومتجولا بالطبشورة وسط طلابه داخل فصول المدارس، يغذي العقول ويلهم الأجيال بالأمل والحب لغد مشرق. برز اسم مصطفى سيد أحمد ود المقبول آنذاك كفنان مشارك عبر مهرجان الثقافة في نهاية سبعينيات القرن الماضي، واستطاع وضع لمسته الخاصة وبصمته التي صارت فيما بعد مدرسة حملت هويته. لمسة وفاء في ذكرى ود المقبول المدرس والفنان النادر. نتابع. كان بزوغ نجمه في العام 1953 بحاضرة ولاية الجزيرة الخضراء مدينة الحصحيسة منطقة واتسلفاب، شب فيها وتلقى تعليمه الأولي هناك، وتشرب سمة أهله وطبع أرواحهم الكبيرة في محبة الناس والحياة، ما أنبت فيه قدرة عظيمة على لم الناس وكسب قلوبهم حاضرا وقائبا بصوته العذب وأسلوبه المتفرد. مصطفى سيد أحمد، وقبل أن يعمل بحنجرته ويضرب بريشته في عالم الغناء والفن، كانت فطرته ومهنته تدفع به لمراقي درج الأنبياء، حاملا قيس العلم والمعرفة ليهدم جيوش الظلام والجهل، ومتجولا بتبشيرته وسط طلابه داخل فصول الدرس، يقضي العقول ويلهم الأجيال الأمل والحب لقد مشرق. برز اسمه آنذاك كفنان مشارك عبر مهرجان الثقافة في نهاية السبعينيات، يحلم وسط كوكبة من الفنانين الكبار: أحمد المصطفى، إبراهيم الكاشف، عثمان حسين، ومحمد وردي، بوضع لمسته الخاصة وبصمته التي صارت فيما بعد مدرسة حملت هويته واسمه الذي لهجت به القلوب والألسن ود المقبول، وهو يؤسس لمشروعه الغنائي الكبير منحازا لطبقة الإنسان وهمومه بأغنيات وألحان خططها روحه الولهى بالغناء نبرة نبرة دون خوف، حتى عرف بمصطفى ود المقبول بهيئته النحيلة وملامح سودانيته الأصيلة، وهو يغني لأطياف اللون السوداني جامعا هذا التنوع لحنا وإيقاعا في أدائيته العالية وانتقائيته الموفقة. نهل ود المقبول أغنياته من جراب شعراء السودان بما يناسب رؤيته الخاصة لمشروعه الغنائي، متطلعا للنظر داخل مكنون الآخر وواقفا على شجن الأيام علّه يزيل جرح ما خلفته الصدمات والمواقف المرة، متأملا تلك المسافة والمشاوير التي قطعت لأجل غاية نبيلة وحلم فسيح. لم يميز بين شاعر وآخر، سودانيا أو عربيا، يسار كان أو يمين، فمطلب مصطفى سيد أحمد كان الكلمة والإنسان، يظهر كل ذلك في جمعه بين بساطة الكلمة وقوتها، بين شبابيتها ووقارها الصارخ، فتنة ولطف، قابضا تلك الموازين نخبة المثقفين وعامة الناس بجانب طلبة الجامعات والمدارس دون نشاز أو تعقيد، عجل كل ذلك الخليط في قوالب غنائية ترفعت بالذائقة السماعية لدى المتلقي إلى عوالم الجمال ومدن وجغرافيا شعرائها الرائعين أمثال محمد الحسن سالم الحميد، نزار قباني، محمد طه الجدال، عمر الطيب الدوش وغيرهم. في العام 1986 تزوج مصطفى سيد أحمد من بثينة وأنجبت منه ولدين، وتنقلت بعدها لبلدان عديدة قبل أن يستقر بها المقام في كندا في محطتها الأخيرة. مطر الحزن عاود، هطل جدد عذاب الأرصفة. في 18 من سبتمبر في العام 2022 انتقلت بثينة بعد 26 عاما على وفاة زوجها لتلحق به في الضفة الأخرى، تاركة لعشاقها ومحبي زوجها غناوي الحسرة والأسف الطويل. ترجل ود المقبول في مساء 17 يناير 1996 بعد أن عانى لمدة 15 عاما في صراع
من الاستشفاء الذي لازمه دون الفكاكة من شركة المر، صابرا على مصابه منذ أن شخصت حالته بالفشل الكلوي، وهو يتنقل لتلقي العلاج بين روسيا التي أجرى فيها عملية زراعة الكلى في ثمانيات القرن الماضي، ثم انتكاسته الأخرى بثانية المعز، وانتقاله للدوحة مستشفيا، والتي عندها فارقت روحه وجسده الطيب. في مساء يوم توشح بالحزن والسواد على قلوب الكثير من معجبيه وعشاق فنه الأصيل، تاركا سيرة من النضال وإلثا عظيما من الأغنيات الكبيرة الخالدة لمكتبة الغناء السوداني المسموع والمصور. رحل مصطفى سيد أحمد الفنان والمدرس الذي ملأت سيرته الآفاق، وقد ضج مطار الخرطوم وشوارعها بالناس آتين من كل فج يستقبلون جثمانهم ويشيعونه إلى مأواه الأخير، رغم التعتم الذي انتهجته الجهات الأمنية والسلطات الحاكمة آنذاك. رحل ود المقبول ولم يترك بيتا إلا ودخله وأذن له بسماع غنائه وحديثه الجميل، تاركا علامة فارغة في الغناء السوداني. إنه فنان يقدم مجموعة من التحف الفنية يعني من فترات طويلة جدا لحد اليوم تظل نحن بنسمعها في كل مكان، يبقى هو يعني وضع بصمة ستظل لتاريخ سحيق. يعني مصطفى السيد أحمد عليه رحمة الله واحد من الفنانين يمكن لسه يعني لحد اليوم هو بيكتسب في مستمعين، لسه الناس بتسمع مصطفى السيد أحمد، لسه الناس بتستوعب أغاني مصطفى السيد أحمد كده، وبي يعني لسه الناس بتستمتع بأغنياته الجميلة الخالدة اللي قدمها.